حاجة باهية سان نول بون ابخوندغ، ان شاء الله نبنيو عليه، ان شاء الله يكون ديكليك و ابارتير من الماتش الجاي ان شاء الله نجيبو لي 3 بوان، وان شاء الله نشوفو السي بي سور سا فغي فالور او نيفو دو ليتا ديسبري او نيفو دو لونجاجمون. الحق ما قصروش الاولاد، كان ماتش صعيب، تعرفوا كل ظروف الترجي اللي تعيش فيها، سيتي با ايفيدون، دونك ان شاء الله نبنيو وان شاء الله نقدمو. ونعاود نقول اللي مش مآمن بالمجموعة هذية يلباس اكوتي دو بوكو تشوز في الكورة. المجموعة هذية تنجم تمشي لبعيد، وبقدرة ربي احنا ما كناش باش نكملوا شامبيون ولا باش نكملوا الاولين، الخامسة السادسة السابعة الثامنة الرابعة كيف كيف عنا. ان شاء الله نعملوا جمعية في الاطراح الكبار تكون موجودة، وان شاء الله نعملوا باركور باهي كيما عملناه في الكوب. كان يكرمنا ربي تو نخلطوا فينال، ويكون الفينال ان شاء الله خير من العام الجاي، ونمنوا بحظوظنا، نمنوا بفريقنا اللي حسناه بارابور لعامنا، والمسايبنا كان طيب بن زيتون، ونا في دي رونفور، دونك الخدمه موجوده والاجتهاد موجود، وبعد التوفيق من عند ربي ان شاء الله في قادم الجولات يكون الانتصار حالي فيه. والله الاسبيرونس تقعد ديما مهما كانت الظروف تقعد ديما، سي اون كروند ايكيب و سي لو كلوب لو بلو تيتخي، معناها نحترموها. ولكن عملنا برواحنا، عملنا برواحنا كما قلت لك، ونيفو دو ليتا ديسبري دو لونجاجمون اون ايتي اكزومبلير، والحمد لله معناها ربي كرمنا، ما روحناش خاسرين الحمد لله.